عليكم ورحمة الله. بعد رمضان يشتكي البعض من ترك بعض الطاعات كقيام الليل وكالصيام وكالصدقة وكقراءة القرآن، هذا أمر طبيعي، لأن في رمضان أن ترى الناس ويعينونك وترى المساجد يصلون التراويح قيام الليل فتصلي معهم وترى الناس تتصدق فتتصدق. أخواني الكرام، كيف نستمر على الطاعة بعد رمضان؟ في هذه السنابات سوف أتكلم عن قيام الليل فقط. الليل إذا صليت العشاء، صليت السنة البعدية في العشاء، قم بعد السنة فصل ركعتين من قيام الليل، ركعتين، ثم قبل أن تنام صل ركعتين وركعة، أصبحت هذه 5 ركعات، استمر عليها هذه 5 ركعات مدة سنة. بعض الناس بعد رمضان وده أنه يقوم 11 ركعة ويقوم أسبوع أسبوعين ثم يترك قيام الليل كله، هذا ما استفاد. ولكن إذا بديت بالقليل واستمريت عليه، إن شاء الله رمضان القادم إن الله يحيانا ويحياك بعد رمضان زد ركعتين، أصبحت تقوم 7 ركعات، واستمر على 7 ركعات. وإذا أتى رمضان الثالث بإذن الله زد، حتى بعد 5 سنين أو 4 سنين تقوم 11 ركعة كل ليلة. الطريقة مجربة، قد ذكرها الشيخ خالد السبت حفظه الله، لأن أعيد وأكرر بعض الناس بعد رمضان يتحمس وده أنه يقوم 11 ركعة، ساعة ساعتين، فما يستعن بالله. وجرب هذه الطريقة، بعد العشاء صل ركعتين غير السنة الراتبة، وقبل أن تنام صل شفع وتر 5 ركعات، هذا قيامك، استمر عليه، استمر عليه هذه السنة حتى رمضان القادم، وسوف تجد أثرها بإذن الله. تكلمنا عن قيام الليل، بإذن الله نتكلم عن الصدقة وعن الصيام وعن قراءة القرآن وعن البذل وعن الجلوس في المسجد، لأن الآن كثير من الناس فقدها بعد رمضان. أسعدكم الله.